اهلا بكل حضراتكم مشاهدي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. ما زلنا معكم في تغطيه خاصه عن استخدام المضادات الحيويه لعلاج الفيروس المخلوي، وللتعليق على هذا الامر هيكون معانا الدكتور ماهر الجرحي نائب مدير حميات امبابه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه بنرحب بحضرتك وعايزين نعرف يا دكتور اسباب عدم استخدام المضادات الحيويه في علاج الفيروس المخلوي التنفسي. بص حضرتك، اولا انا بحب اطمن الساده المشاهدين ان الفيروس المخلاوي ده موجود واكتشف في المعامل سنه 1956. بمعنى ايه؟ بمعنى ده فيروس قديم مش جديد ولا له علاقه خالص بالكوفيد 19 اللي هو الكورونا، واحنا بنتعامل معاه بسهوله جدا وبينتشر. موجود من نقل فصل الخريف الى الشتاء، لكن انتشاره ده ما يخضناش في حاجه. والعلاج بالنسبه لحضرتك اللي بتتكلمي عليه، ان انوه بالذكر ان اي علاج فيروس بيبقى مش محتاج انتي بايوتكس الا في حالات معينه انا هذكرها دلوقتي. بالنسبه للعلامات اللي موجوده في الكوفيد في الفيروس المخلاوي، عباره عن ارتفاع شديد في درجه الحراره وممكن يطول شويه، وده القلق هؤلاء الامور الثانيه. تاني حاجة ان يطول لمدة قد ايه يعني يا دكتور؟ يعني ده ممكن يقعد 5 ايام حرارة ما بتنزلش. طيب انا اتعامل مع الطفل ده ازاي؟ ما انا مش هسيب ابني يروح للدكتور والدكتور 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 لحد ما الحرارة تنزل. لا، انا بقول لك الحرارة بتاعتك لو كانت 40 فيما فوق ابتدي اشتغل بالكمادات لحد لما توصل 38.5، لان كل الادوية اللي موجودة في الاسواق نفسها ما بتشتغلش، اللي هي بتنزل الحرارة ما بتشتغلش الا عند 38.5 او 38. بعد كده الادويه دي ما لهاش اي اسم. طب هنعمل ايه؟ هنعمل كمادات في اماكن يا ريت تكون محفوظه دلوقتي، ونوهنا عليها كذا مره في السوشيال ميديا ان الاماكن اللي بنعمل فيها الكمادات اللي هي القرى وعند الرقبه وتحت الباط ما بين الفخذين. طب ليه بنقول الاماكن دي؟ علشان الاماكن دي بتعمل على تنزيل الحراره بصوره اسرع، والاورده والشرايين نفسها بتكون بتتاثر اكثر كمادات وتعمل نتيجه اسرع. طيب انا عايز اقول بقى حاجه مهمه قوي. اتفضل. لو انا لقيت ان الحراره معلقه قوي وعملنا كمادات ومفيش نتيجه لا مالكش دعوه بالصيدلي بالادويه اللي بتاخدها، لان ثلاث ارباع الناس يقول يا دكتور احنا ادينا من الصيدليه كذا كذا. انا بقول معلش، الدكاتره الصيادله على عيننا وراسنا وناس محترمه جدا وعلى درجه عاليه جدا من العلم، لكن في حالة ان الحرارة تفضل مستمرة تلجأ الى مستشفيات الوزارة، وده الحمد لله نشكر ربنا مفتوح 24 ساعة يقدر يقدر الحالة. بس الحرارة نفسها لما توصل 5 ل7 ايام ما تخافش، لكن اهم حاجة كلمة ما تخافش، لكن تعمل الاحترازات اللي انت تنزل بيها الحرارة وتشتغل في البيت عن طريق الادوية اللي تنزل الحرارة اللي هي باراسيتامول امن حاجة، وفي نفس الوقت نعمل الكمادات. طيب انت سعادتك قلت في الاول يا دكتور ماهر انا دلوقتي عايز اعرف اخد انتي بايوتكس ولا لا؟ صحيح. احنا في اتخاذ الانتي بايوتكس لنا علامات معينه احنا بنعرفها. هو الانتي بايوتكس هيشتغل على الفيروس؟ لا، ما بيشتغلش على الفيروس. احنا بندي الانتي بايوتكس في حين لما يدخل بكتيريا على الفيروس، لان الانتي بايوتكس بيشتغل على البكتيريا ما بيشتغلش على الفيروس خالص. ممكن ندي انتي فيروس دراجز؟ بندي، وفي الحميات بندي ادويه ضد الفيروس نفسها بتتاخد. امتى استخدم المضادات الحيويه دي طيب يا دكتور؟ هقول لحضرتك، لو حراره عاليه قوي وابتدى الولد يكح، والكحه نفسها بلغم نفسه لونه متغير عن الابيض، في الحاله دي لا بقى اصفر او بلاك او مغمق او جريش، في الحاله دي او يعني اصفرتي كده، لا كده بقى في انفكشن دخلت. كلمه انفكشن يعني ايه؟ يعني بكتيريا دخلت. طب لما البكتيريا تدخل هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم تاخد انتي بايوتكس المناسب، كمان مش اي مضاد حيوي، المناسب لحاله الطفل نفسه. ده بيعتمد على قد سنه، وكمان في نوعين من الانتي بايوتكس، هل نستخدم اورال يعني بالفم، ولا نستخدمه كانجكشن بالحقن؟ وطبعا برضه من خلال البرنامج بتاع سعادتك، لو اتخذنا حقن في الانتي بايوتكس لازم نعمل اختبار حساسيه، عشان ممكن الطفل نفسه يكون عنده حساسيه للماده نفسها ويبقى فيها مشكله. صحيح. فبالتالي مفيش حاجه اسمها في البيت امه مش عارفه مين هتدي له الابره، لا الكلام ده كله غلط. حتى مكان الانجكشن بتاع الحقن ليه اماكن معينه في الاطفال، لان ممكن ياثر يبقى كويس واقف، ممكن لو تاخد في مكان غلط يؤدي اسباب ممكن الولد نفسه ما يبقاش ماشي كويس بعد كده.
لكن احنا يعني ده دكتور عيب. من الفترة الأخيرة كمان بدأنا نشوف إن الفيروس منتشر كمان وسط الكبار مش بس الأطفال يا دكتور. طبعا كلامك مظبوط، هو ما بين الصغيرين والكبار، لكن انا بصراحه يعني انا مش خايف منه خالص، وفي نفس الوقت عايز بقى حاجه، نصيحه مهمه جدا لازم نقولها. اتفضل. ايه هي؟ اولا لازم كل ام وكل اب شايف ابن صغير بيوديه حضانه او مدرسه عنده حراره معلقه والحراره دي موجوده ما بتنزلش وبياخد علاج ارجوه ما بيسع يروح المدرسه ساعتها. بمعنى ايه؟ انا مش اللي شايف ابني عنده نزله فيروسيه مفيش داعي يروح في الفصل يعمل، عنده طفل بالمنظر اللي هو اللي بقول عليه ده وبالكلينيكال كرايتيريا اللي بقول عليها يعملوا عزل على الاقل من 5 ل7 ايام في البيت. وطبعا ده نصيحه مهمه جدا، يعني 7 ايام كافيه لمده العزل يا دكتور؟ كويسه جدا جدا جدا. واهم من ده كله، احنا بنتكلم على حاجه اهم من ده كله، ان لازم نخلي بالنا ان حتى ولو الولد خف في خلال 2 3 ايام اللي بيحصل ايه بقى؟ ان الولد يخف 2 3 ايام يقول لك انزل الحضانه. لا، احنا لسه الفتره نفسها اللي انا اتاكد ان ابني كانت شبهها تماما من 5 ل7 ايام وممكن كمان يبقى 8 او 9. طب انا عايز ايه منك دلوقتي؟ عايز اخلي الولد حتى لو خف خلال 2 3 ايام لازم اعمل له عزل في البيت. مع مين؟ مع اخذ سوائل دافيه كتير قوي، لان السوائل اللي بتتاخد بتلعب دور كبير قوي في الوقاية من الجهاز التنفسي والانفكشن بتاعه. طيب ايه هو العلاج المناسب يا دكتور لمواجهة الفيروس ده؟ قبل ما اقول العلاج المناسب، السؤال اللي كنت نفسي تساله لي يا دكتور ماهر، امتى اودي الولد المستشفى؟ امتى طبعا اودي الولد المستشفى؟ ده اهم من العلاج دلوقتي. امتى اودي الولد المستشفى؟ لما الاقي اعراض تنفسيه مستمره والحاله بتسوء مني والولد ابتدى ينهج او يتغير لونه، يزرق او يبقى بلو، يعني يبتدي يبقى غامق والوقت فيه نهجان كتير، لازم الجا للمستشفى لعمل اشعاعات، وكله متوفر في جميع مستشفيات وزاره الصحه. فبالتالي ما نستهونش، لازم لما نحس ان في تغيرات تنفسيه مش مرغوب فيها لازم الجا للمستشفى، مش هقول للطبيب، للمستشفى. لان الطبيب نفسه لو انت رحت له وهو فاهم القصه كويس هيحولك للمستشفى. طيب العلاج، اتفضل يا دكتور. العلاج بقى اللي احنا عايزين ناخده ايه؟ اهم حاجه عندي ادي علاج ينزل الحراره، دي مهمه قوي بالطريقه اللي قلتها في الاول المداخله. طب تاني حاجه لازم ابدا انت بيتك ولا ما اديش، على حسب حاله الدكتور ما بيسمع صدر الطفل نفسه بيقدر يحدد هبدا انت بيتك ولا لا. وكمان في حاجه اهم من ده كله، موسعات الشعب الهوائيه، لو الولد عنده تزييق في صدره وحاسس ان صدره بيضيق لازم ادي موسعات للشعب الهوائيه. طيب والحاجه الاهم من ده كله، اعمل له سوائل كتير قوي، كل شويه شربيه سوائل. اهم من الاكل، السوائل الدافيه بتلعب دور كبير قوي، بتذوب البلغم اللي موجود على صدره، فالولد بيطلع بسهوله البلغم منه ويحس براحه تنفسيه كويسه. تاني حاجه بتنزل الحراره، بتساعد على تنزيل الحراره. طيب ايه النصيحه؟ اتفضل اتفضل يا دكتور. طيب النصيحه الاخيره اللي انا لازم اقولها، خلي بالكم عدم تعرض الطفل للتغير المفاجئ لدرجه حراره الجسم. بمعنى ما يجيش الولد قاعد في تحت بطانيه او لحاف او في اوضه مثلا دافيه ومره واحده اقول له روح المدرسه. لا غلط، اقعده شويه وافتح الشباك وهوي الاوضه شويه واشربه ميه واقعده مثلا على الاقل نص ساعه قبل ما ايه يتعرض لجو جديد من انعكاس درجه الحراره. طيب كمان عايز اعرف نصايح حضرتك عشان نحفظ نفسنا بقى يا دكتور، عشان ما نتعرضش اصلا للفيروس. النصايح بتاعتنا الاهم من ده كله، اولا غسل الايدي. طب تاني حاجه الماسكات برضو نفتكرها شويه، الناس كتير ناس الماسكات، لا لازم نفتكر ماسكات شويه. طب نفتكر ماسكات ازاي؟ اول حاجه لو انا عندي مثلا طفل عنده جاله نزله برديه، مش هقول كله يلبس ماسكات، الولد اللي عنده نزله برديه ولسه خافت يلبس، حتى لو اثناء المرض نفسه يلبس الماسك عشان ما يعملش على انتشار الفيروس، دي حاجه. طب تاني حاجه عدم التعرض لكبار السن، يعني مثلا ما يكونش ولد صغير وعنده حراره مرتفعه وعنده زكام وبيكح واجي مثلا اخلي جده او ننته يقعد ملاصق ليه او يخلي باله منه او يبوسه او الكلام ده كله، لان ده مهم جدا. الناس الكبار هم اللي بيتضروا في القصه، صح؟ لان الاطفال مناعتهم كويسه لكن الكبار بيبقى عندهم غالبا سكر وضغط وامراض مزمنه، فده بيبقى مش كويس ليه خالص. يعني دكتور ماهر الجرحي بشكرك على وجود حضرتك معانا وعلى معلوماتك القيمه.
العفو يا فندم، تحت امر سعادتك. كمان الشكر موصول لحضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا في تغطيات اخرى على مدار اليوم. كنت معاكم من ليالي.